وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والصحفي العراقي الدكتور جاسم الشمري. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياك الله. بداية دكتور، يعني رد فعل الثوار في ثورة تشرين على أحداث السفارة الأمريكية، يقولون أن الثورة تتمثل في تحديد المكان، الثورة وقصرها على مكان ساحات التظاهر وليس عند السفارات وليس هناك، وأن ما حصل هناك هو أزمة مفتعلة. كيف تعلق على هذا الرأي؟ يعني ما حدث، طبعا شكرا لكم، أعتقد أنه ما حدث أمام السفارة الأمريكية هو رد فعل على الضربة الأمريكية اللي استهدفت ميليشيات الحشد الشعبي في القائم، وعليه هي ليست مظاهرة. يعني لا يمكن أن نقول أن ما جرى في داخل المنطقة الخضراء هي مظاهرة أو يعني رفض للوجود الأمريكي، وإنما هو نوع من يعني بين هلالين الغضب من جراء قسوة الضربة الأمريكية على فصائل الحشد الشعبي في القائم، وبالتالي هذا الذي جرى ربما فيه أبعاد كبيرة. أولاً يعني هذه الغاية هي ربما لسحب الأضواء من مظاهرات ساحة التحرير، وبالذات مع يعني وجود أقصر اعتصام على وجه الكرة الأرضية أقل من 24 ساعة، ثم انسحبوا إلى منطقة قريبة من ساحة التحرير. من يعرف بغداد يعرف أن شارع أبي نواس هو امتداد لساحة التحرير، وبالتالي هو نوع من التآمر على مكان ساحة الاعتصام، وكأنهم أرادوا أن يجدوها مناسبة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وهو الاعتصام الموجود حاليا خلف فندق بابل. هو أولا القول بأن هذا الاعتصام هو ضد الولايات المتحدة، وثانيا يقولوا أن هنالك أكثر من اعتصام في العراق، وأعتقد أن هذا أمر غير صحيح. الاعتصام المركزي الكبير في العراق هو في ساحة التحرير، وما جرى في أمام السفارة الأمريكية هو ليس بإرادة وطنية عراقية، وإنما هو بإرادة الطرف الثالث الذي دفع القوى الشريرة في العراق من أجل محاولة يعني خلط الأوراق في الساحة العراقية. إذا أنت تتفق مع من يقول أنها أزمة مفتعلة؟ نعم، هي أزمة مفتعلة، والغاية منها يعني لو فرضنا نحن نتكلم عن المشهد الذي جرى منذ البداية، الهجوم على معسكر كركوك، لنفترض أن الجهة الفلانية هي التي قامت بهذا الفعل. السؤال هنا لماذا الآن؟ يعني في معارك الموصل والأنبار وغيرها كانت قوات يعني الأجنبية موجودة في العراق، لماذا لم تستهدف حينها؟ لماذا كان هنالك تنسيق ما بين الميليشيات أو الحشد الشعبي أو وزارة الدفاع مع القوات الأجنبية؟ لماذا الآن؟ هذا يعني أن هنالك أوامر عليا أجنبية هي التي دفعت هؤلاء من أجل توجيه ضربة لمعسكرات الأمريكان وغيرهم، وعليه الغاية ليست غاية وطنية. يعني لو كان هذا الرفض منذ البداية، لو كان هذا الاستهداف منذ البداية، لا يمكن تقبل هذا الأمر. أما أن الاستهداف تم بعد أن كانوا في يوم من الأيام في حالة تنسيق وترتيب مع بعض، هذا الأمر يجعلنا أن نقول هنالك الكثير من علامات الاستفهام والتعجب على هذا التوقيت. إذن أنا في تصوري أن هذا التوقيت هو لغايات أجنبية وليس لغايات وطنية عراقية، يراد منه إنقاذ إيران أو ترجيح كفة إيران في حالة الحرب واللا حرب القائمة مع واشنطن، وعليه هي ليست إرادة وطنية عراقية. نعم. وبدليل أن التوقيت يعني كان بعد أن كانوا في يوم من الأيام في حالة تنسيق وترتيب بينهم. طيب، هناك من يرى أن أحزاب السلطة تحاول افتعال بلبلات لاختيار رئيس وزراء من قبل أو من رحم هذه الأحزاب. مع هذا الزخم الثوري والحراك المستمر الذي قارب الثلاثة أشهر وأكثر، هل تعتقد أن تمرير رئيس وزراء من داخل الأحزاب نفسها سيمر؟ يعني نحن أمام إشكالية، الإشكالية أن هؤلاء يعني أقصد الحاكمين في العراق لم يستوعبوا أو يعني يحاولوا التغليس على أنهم هم المقصودون في هذه المظاهرات، وبالتالي هم يعني ينبغي عليهم أن يعوا حقيقة كبرى
أنه أن المظاهرات التي خرجت في العراق في ساحة التحرير في الجنوب في كل مكان كانت صريحة، كانت تقول أنها لا تريد بقاء هؤلاء ثانية في الحكم، ونرى أن هؤلاء يحاولوا القفز على الواقع ويقولوا يعني لا يقولوا وإنما ينسقوا فيما بينهم للمجيء بشخصية عراقية يعني من بين الصفوف وربما مختلفة يعني غير متسنمة لمنصب في السنتين الأخيرة. وعليه السؤال هنا يعني إذا كان هؤلاء سيستمرون في الحكم لماذا خرج المتظاهرون؟ لماذا قتل أكثر من يعني 700 أو 800 وهناك من يقول 1000 متظاهر؟ لماذا جرح أكثر من 25,000 متظاهر؟ القضية يعني الأحزاب الحاكمة في العراق لا تحاول أن تواجه الحقيقة. الحقيقة المرة أن هؤلاء يعني المتظاهرون خرجوا ضد الأحزاب الحاكمة. هؤلاء يعني أمام يعني خيار أكثر من خيار، ربما يعني هما أمام خياران مهمان وخطران جدا. الأول أنهم لو قبلوا بخيارات المتظاهرين ربما سيذهبوا إلى المحاكم وإلى حالة يعني الموت ربما، أو أنهم في الحالة الأخرى يسلم الحكم. فعليه هم يعني اختاروا الحالة الأسلم لهم هو أن يتشبثوا بالحكم من أجل استمرارية حالة الأمن بالنسبة لهم، وإلا فلا أعتقد أنهم يعني من الغباء بمكان بحيث يسلموا الحكم إلى الجماهير من أجل ديمومة البقاء. نعم هم يريدون أن يبقوا في الحكم إلى أكثر مدة ممكنة. طيب. لأنهم يعون حقيقة كبرى أنهم أجرموا بحق العراقيين، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يقدموا إلى محاكم عراقية. ما هي المحددات التي يمكن أن يقبل بها ثوار ثورة تشرين لتدشين عملية سياسية جديدة في العراق ذو سيادة ومتحرر من الهيمنة الإيرانية والأمريكية؟ لحد الآن يعني معلوم أن الجماهير في ساحة التحرير وغيرها أعطوا بعض الشروط وهي شروط عامة، حاول بعض السياسيين والنواب أن يقولوا أنها تنطبق علينا وهي لا تنطبق علينا. أنا في تقديري أن من مصلحة الثورة اليوم السعي إلى تشكيل مجلس قيادة أو مجلس إنقاذ للعراق، يكون من يعني نخبة من شباب وقيادات العراق من ذوي الخبرات من الحقوقيين من السياسيين من رجال المعارضة. هذا المجلس يكون حاكم في العراق لمدة يعني انتقالية يعني لا وليس له رئيس، وإنما يكون مجلس مثلا من 10 أعضاء الكفة مع الكفة يعني القرار للكفة الأرجح. هذا المجلس الإنقاذي يقود العراق لمدة ما بين 6 أشهر إلى سنة. ماذا بشأن الكتل والأحزاب؟ هل ستوافق على هذا المجلس؟ أنا أقول نحن أمام أمر يعني حقيقي، أنه إن لم نجد دعما دوليا للثوار لا يمكن لهذه الثورة أن تنجح بهذه السهولة. لا، ذلك لأننا أمام قوى حاكمة متشبثة بالحكم، تمتلك السلاح، تمتلك الميليشيات. هل تتصور أنها تأتي وتسلم الحكم إلى المتظاهرين وتقول لهم شكرا أنتم رافضون لنا وبالتالي نحن نترك الحكم لكم؟ هذا أمر غير مقبل وغير منطقي، غير ممكن وغير منطقي. وبالتالي أنا أتوقع أننا اليوم مع الاقتحام محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ربما بدأنا نرى بصيص أمل في شيء مهم وخطير جدا وداعم للمظاهرات. هذا الشيء هو بداية سحب الثقة والشرعية من حكومة بغداد. هذه النقطة هي نقطة الانحدار الكبرى لحكومة بغداد، حينما تبدأ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية بسحب الشرعية من حكومة بغداد، حينها ستضطر هذه القوة ربما الهروب، ربما التسليم، ربما القبول بالواقع. وعليه بقاء الحال مع بقاء الاعتراف الدولي بشرعية حكومة بغداد هذا لا يعني أن الأمر سينتهي إلى نتيجة. ذلك لأن كما تعلم نحن نتابع الأخبار أنه في كل يوم هنالك قتل، هنالك اغتيال، هنالك اختطاف، وبالتالي هم لهم ماكنة دموية تقود العراق في كل يوم إلى حالة من الدم والتخويف والترهيب. عليه الكرة الآن بملعب
الولايات المتحدة وملعب الاتحاد الأوروبي والدول الأسرة العربية الدولية. نعم. من طيب. أجل سحب الثقة عن حكومة بغداد. هناك من يرى أن محاولة الميليشيات دخول أو اقتحام السفارة الأمريكية الأخيرة التي حصلت في المنطقة الخضراء هي محاولة لجر العراق إلى حرب بالوكالة. السؤال هنا، هل إدخال البلاد في حرب بالوكالة سيكون منفذا لهذه الكتل والطبقة السياسية والميليشيات للهروب من مقصلة الثورة؟ أنا أعتقد أنهم ارتكبوا خطأ تاريخيا كبيرا. يعني اللعبة التي أو التمثيلية التي تمت عند أبواب السفارة الأمريكية كانت القشة التي قصمت ظهر ستقصم ظهر الميليشيات والعملية السياسية في العراق. ذلك لأننا حينما نتكلم عن يعني السفارة الأمريكية، السفارة الأمريكية كما معلوم هي داخل المنطقة الخضراء، وقبل أيام غيروا القائد الخاص لحماية المنطقة الخضراء، وجاءوا بأبي منتظر الحسني من أجل أن يكون هو القائد لفتح لحماية المنطقة الخضراء. خلال بضع دقائق، مجرد لاحظنا الشريط الفيديوي أنهم خلال دقائق تم فتح بوابات المنطقة الخضراء ودخلوا، وليتهم دخلوا لحالهم. نحن رأينا يعني الفياض، أبو مهدي مهندس، قيس خزعلي، كبار زعماء الميليشيات في العراق كانوا في المظاهرات التي أو محاولة اقتحام السفارة الأمريكية. هذا الأمر هو محاولة لخلط الأوراق، وكأنهم يريدون أن يقولوا لواشنطن أننا نمتلك القوة على ترهيبكم في داخل العراق. معلوم أنه بتحذير أمريكي واحد رأينا أنهم انسحبوا إلى خارج المنطقة الخضراء بحجة أنهم يحترمون أوامر يعني القيادة في العراق. السؤال هنا، لماذا لم تحترموا أوامر القيادة أصلا في عدم الاقتراب من المنطقة الخضراء، بدليل أن وزير من السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء، بدليل أن وزير الداخلية جاء لهم وحاول منعهم عن هذا الأمر ولم يتمكن. القضية يعني حتى لو فرضنا أن هنالك من يحاول تشبيه الحشد الشعبي بالحرس الثوري الإيراني، يعني لو نتابع أفعال حرس الثوري الإيراني، الحرس الثوري الإيراني لا يعمل ضد الدولة الإيرانية، الحرس الثوري الإيراني يعمل من أجل دعم إيران، دعم ما يسمى تصدير الثورة، دعم أمن إيران، بينما ما موجود عندنا مع الأسف يعمل من أجل تنفيذ أجندات خارجية ضد الشعب العراقي. إذن هذا لا يوجد تشابه بين الحالتين، وعليه من ذهب إلى هذه الخطوة، خطوة الظن بأن الاقتراب من أبواب السفارة الأمريكية ربما سينقذهم، أنا أعتقد أنه وقع في المطب. طيب. وأنه دخل في أزمة لا يمكن أن يخرج منها إلا بانتهاء الحالة قائمة في العراق. هنالك حديث داخل أروقة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية أن العراق تسيطر عليه تنظيمات إرهابية، هنا الكلام عن الميليشيات، أليست الولايات المتحدة الأمريكية هي التي دعمت هذه الميليشيات في السابق، وهي التي وفرت لها غطاء جويا في الفترة الماضية، وهي التي دعمت هذه الميليشيات بالسلاح، كيف أصبحت اليوم إرهابية؟ هذه قضية معقدة. يعني تعرف أن الولايات المتحدة دولة لديها مصالح في العراق، هي يعني ربما تسمي الجهة الفلانية اليوم يعني إرهابي، واليوم في اليوم الآخر يكون منها أصدقاء. يعني هنالك اليوم صار نوع من التهديد لسلامة بعض مصالح واشنطن في العراق، وبالتالي انتهت العلاقة الحاجة. أو شهر العسل بين الفريقين. يعني واشنطن دولة يعني تبحث عن مصلحة الولايات المتحدة. يعني لماذا لا نقلب السؤال، لماذا نقول لماذا لا توجد لدينا قيادات وطنية، لماذا لا توجد لدينا قيادات غير إرهابية، لماذا لا توجد لدينا مجاميع مسلحة لا تعمل ضد الوطن وإنما تعمل لحماية الوطن. هذه الحالة يعني السلبية هي في يعني تؤكد أن هنالك خللا كبيرا في الانتماء إلى العراق. من ينتمي إلى العراق لا يمكن أن يعمل ضد مصلحة العراق، من ينتمي إلى العراق لا يمكن أن يقف مع الطرف الثالث ضد أبناء الشعب العراقي. وعليه القضية هي قضية
الولاء للعراق. نحن بحاجة إلى حكومات، إلى قوات، إلى شخصيات، إلى سياسيين لديهم انتماء حقيقي للعراق. هذه هي أس المشكلة في العراق. لا. المشكلة الكبرى في العراق لا توجد لدينا قيادات بالحالة القائمة اليوم لديها انتماء حقيقي للعراق وتعمل من أجل مصلحة العراق، وترى ما وصلنا إليه من حالة. أما موجود في الطبقة السياسية نتكلم وليس عن الشعب. طبعاً نتكلم عن الطبقة السياسية. الكاتب الصحفي العراقي الدكتور جاسم الشمري كنت معنا في استوديو الرافدين في جولة العراق اليوم الإخبارية، شكراً جزيلاً لك.